مرحبا. عادة لما بنشرب فنجان قهوة بنقول دائما نتمنى إنه كمان نحكي هذه الكلمة في علاقتنا مع الرب. اليوم في نهاية 2014 وبداية 2015 شو رح نحكي للرب؟ مزمور 65 بيقول كللت السنة بجودك وأثارك تقطر دسما. هل بتقدر تقول معاي للرب شكرا دائما على خيرك، على نعمتك، على رحمتك، خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي؟ يا رب كللت السنة بجودك، رغم التحديات، رغم المشقة، رغم فقدان الأحبة، رغم المرض، رغم الصعود والهبوط، رغم الخير والشر اللي شفناه، إلا أنه خير الرب كان واضح جدا، بصماته تقطر في حياتنا. صلاتي في هذا الوقت أنك تبتدي 2015 وأنت عندك فوكس، أنت حاطت هدف واضح في حياتك. بحكي لنا الكتاب المقدس عن الرب يسوع المسيح في إنجيل لوقا أصح 9 والعدد 51 بيقول كلمات رائعة جدا. لما أتت أيامه، لما جاءت الأيام لارتفاعه، ثبت وجهه نحو أورشليم. إيش يعني ثبت وجهه؟ يعني كان مركز على هدف واحد، كان مانع نفسه أنه يكون عم بيتشتت هون أو هون. لا المعجزة بتشتته، ولا التعليم بشتته، ولا خلاص أي موقف بشتته، لكن كان التركيز على الصليب، على الفداء، علشان يصنع فداء أبدي. نحمية في العهد القديم كمان بيحكي لنا الكتاب المقدس كيف رغم المحاربات ورغم الناس اللي كانوا بحاولوا يشوشوه من أنه يبني السور ويبني الهيكل، إلا أنه الكتاب المقدس بشكل واضح بفرجينا الحكمة اللي تعامل فيها نحمية مع هدول الناس، وبيحكي لنا أنه أنا عامل عملا عظيما فلا أقدر أن أترك. واليوم بدي إياك تشوف فكرة الرب يسوع المسيح في العهد الجديد وفكرة نحمية في العهد القديم. الرب يسوع ثبت نظره، نحمية قال أنا عامل عمل عظيم لا أستطيع أن أتركه. وأنا اليوم بدي إياك تبتدي 2015 وإنت عم بتثبت نظرك على الهدف، على الرؤية اللي أمامك، على الدعوة اللي الله دعاك حتى تعملها. نحمية استطاع أنه ينجز العمل العظيم لأنه ما تخلى عنه، لأنه ما انشغل بأي شيء آخر. التركيز هو مفتاح النجاح، وأنا بدي إياك تركز في هذا العام الجديد. قل له يا رب أعطيني النعمة، أعطيني المثابرة، أعطيني حياة الصلاة، أعطيني الركب الساجدة، أعطيني اللسان المسبح، أعطيني القلب المليان بالشكر حتى أركز على العمل وعلى الدعوة اللي أعطيتني إياها. لتكن سنة 2015 بداية جديدة مليانة بالبركة، مليانة بالمسحة، مليانة بالنعمة، ومليانة بتحقيق الأهداف اللي بتمجد الرب يسوع المسيح في حياتك. كل عام وانت بألف خير.